السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان عندك بالبيت شمعات الليد المحترقة عدد 2 قم بفحصهم، تجي تباوع عليهم شوف هاي بيه مكان احتراق، أكيد الكارت محترق والثانية أيضا ما بيها أي احتراق. نفتح الأولى من خلال البرغي، نقلبها، برغي واحد فقط موجود، نسحبه نلقى الكارت، والكارت نلقى بيه كونديسر. هذا الكونديسر مفجور ومحترق. يعني الكارت محترق مبين بالعين المجردة نشوفه بسواد. ننزع الأشرطة نجرهن على كيفنا، نلقى شريطين نسحبهن ونباوع على اللدات خما بهن احتراق. نجي للشمعة الثانية اللد، أيضا نفتحها من الطرف أحد أطرافه البي الكرت الإلكتروني، نفتح البرغي ونسحب طرف، راح نلعفو ونلقى القطعة الإلكترونية. هاي القطعة الإلكترونية مبينة صالحة، ما بيها أي شيء متفجر ولا مصخمة بالسواد. نخلع الوائرات، هن 4 وائرات موجودة بها. نسحب أيضا الشريط مال اللدات، لكن نلقى بعض اللدات محروقة، يعني بين سواد بيها باللد. إذن هذن الأشرطة 2 محترقة بس الكارت مالهن نظيف. نجيب هاي القطعة الإلكترونية شلعناها البيها 4 وائرات، كل 2 مربوطة على شريط لد، نحطها على اللدات الثانية مال الشمعة البيها القطعة الإلكترونية المحترقة طلعناها بيها مضرب الكنديسر، راح نشكلها عليها ونشوف الوائرات نعزلهن ما يصير طبق، يعني كل وائرين على لد ونعزله بيناتهم، وأيضا هذاك هم كل وائرين على لد ونعزله بشريط لاصق. وهذا الربط كما موضح في الشكل. تم قطع الإلكتروني من الشمعة إلى وتحويلها إلى الشمعة الثانية المحترقة للكارت، وقمت بربط وايرين وعزلهما واحد عن الآخر. نجي نفحص، نحط الوايرات اثنيناتهم. يعني أعيد الشرح مرة ثانية، نشيل القطعة الإلكترونية أو الكارت الإلكتروني مال الشمعة الأولى نخليه على الثانية ونجرب. بعد التجربة اشتغلت الشمعة العاطلة، يعني أصبح عندنا شمعة واحدة عاطلة فقط، بحيث يعني 2 عاطلات طلعنا واحدة صالحة تشتغل. والحمد لله على كل شيء. اللايك والاشتراك في القناة.
علي أبو تقوى.